ماذا لو السيد المالكي في المعارضة؟ يدقون عليه، ها روح للمعارضة حتى ينحل الانسداد السياسي. لا هو ماذا لو؟ لا هو قطعا، خل أقول لك يا ايه؟ دكتور، يعني أول مرة الانسداد السياسي ايه؟ مو سبب دولة القانون. أول مرة دولة القانون هي جزء من الإطار التنسيقي، وقرار دولة القانون هو جزء من قرار الإطار التنسيقي، بحيث يعني الإطار التنسيقي شنو اللي يقرر، دولة القانون جزء من هذا القرار، يعني تشارك في القرار حال حال الأخوة اللي باقين يعني من قادة الأطار، كان السيد الحكيم أو السيد العبادي أو الشيخ قيس أو السيد العامري. والله لو ما المالكي، والله لو ما المالكي بالإطار ما يبقى ولا شيء اسمه إطار تنسيقي. بعدين تتفق؟ بعدين لا، لا مع يعني اليوم رمضان. لا هو شوف خل أقول لك ينتفق الإطار والله شارط الإطار التنسيقي ايه؟ الإطار التنسيقي بس شلون لازم الإيقاع المالكي؟ لا السيد المالك هو رجل قوي ولديه خبرة، موكو عروض هم اكو. لا لا طبعا، بالتالي السيد المالكي ما تنملى عليه عروض او يذهب باتجاه عروض او لا، بالعكس السيد المالكي قراره واحد ورأيه واحد وتمسكه بالإطار التنسيقي، هو باقي متمسك بالإطار التنسيقي. تعرف الإطار التنسيقي يضم كل القيادات الشيعية، حتى الأخوة الصدريين كانوا جزء من الإطار التنسيقي، طلعوا بعد انسحاب السيد من الانتخابات بكم يوم، يعني من رجعوا ما رجعوا للإطار التنسيقي. قطعا السيد المالكي بعد انتهاء الانتخابات جمع الإطار التنسيقي وتواصل، وصارت اجتماعات دورية يومية ببيت أحد القيادات للإطار التنسيقي، وكان له دور فعال، يعني باعتبار السيد المالكي عنده خبرة سياسية كبيرة وخبرة إدارية، وكذلك كاريزما مالته ووضعه كان متبني يعني للإطار بشكل كبير، وكل الأطراف اللي موجودة بالإطار هي قريبة للسيد المالكي، حتى جمهورهم هو قريب للسيد المالكي ويحب السيد المالكي، مثلا الحشد يحب السيد المالكي، اليوم ما عنده خلافات مع السيد المالكي، بالعكس يعتبر السيد المالكي جزء مهم وساهم مساهمة فعالة بدعم الحشد وتقويته. ما نذكر الضابط بالأمن الوطني، ليش توديني دبلوماسي؟ لا ما ما بدي ليش الإيقاع الآن بيده؟ طبعا السيد المالكي قلت لك عنده خبرة لو سياسية. لو ما المالكي كان راح وشكله لا هو شوف خل أقول لك، لا 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 خل أقول لك إياها، السيد المالكي له دور. لا لا ولا أبدا، لا مو قضية دبلوماسية دكتور، ليش أحكي لك الواقع. السيد المالكي له دور كبير وفعال، لكن الأطراف الأخرى اللي موجودة ويانا في الإطار هي هم متمسكة بأن يكون الإطار الشيعي يحافظون على الإطار الشيعي الموجود يعني. بس مو شيطنون المعسكر الثاني؟ ليش ما شيطنون المعسكر الثاني؟ أكو أقوى من تصريح المالكي، قال إحنا أمام مشروعين، مشروع خارجي ومشروع وطني. أي طبعا، ونحن الآن إحنا مشروعنا هاي مو شيطان وطني الآخرين. هذا لا لا مو شيطان الآخر. لا مثلا يروح السيد الحلبوسي والسيد الخنجر ويروح يلتقي بالإمارات ويروح يلتقي بتركيا، شو يسمي مثلا وين مدير مخابرات تركيا ورئيس تركيا، شنو علاقات خارجية مثل هو رئيس جمهور رئيس جمهورية وروح علاقات خارجية لو رئيس وزراء ما شاء الله. لا أنا أقول كل علاقة شرقية وغربية وشمالية، لا إحنا ضد هذا الموضوع. المشروع مشروع الإطار التنسيقي هو مشروع وطني، أما حتى لحد الآن تشوف إحنا حتى بالمفاوضات لحد هذه اللحظة ندعو كل الكتل السياسية، ما عندنا تقاطعات معه، والأخوة الصدريين هم كانوا جزء من الإطار التنسيقي، ويا ريت يرجعون جزء من الإطار التنسيقي. جميل. بالعكس.